بسم الله الرحمن الرحيم. معالي وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إناس عبد الله، سعادة الأستاذ عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أصحاب السمو من الفنانين، السيدات والسادة الأدلاء من الجمهور الكريم، مساؤكم مسرح، مساؤكم بهجة وأمل، مساؤكم وعد بمتابعة الطريق والعمل. بداية أنقل لكم تحياتي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، والذي تابع أولا بأول بعين المحب وقلب المبدع الحالم كل ما تم على مدار هذه الأيام المباركة، وهو يبارك لكم خطواتكم ورواكم ويوصيكم أن اقبضوا على جمرة الإبداع وابقوها متقدة من وقود أرواحكم لكي يكون فجرنا. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر العميق لسيادة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي لتفضله برعاية هذا المهرجان. وأحيي في هذا المقام معالي الدكتورة الفنانة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي سهرت على متابعة كل صغيرة وكبيرة في هذا المهرجان، كما أحيي كل اللجان العليا والتنفيذية والتنظيمية والعلاقات العامة والفنية الذين عملوا بانسجام وانضباط بقيادة المايسترو المبدع خالد جلال. قبل أسبوع كنا ها هنا في رحاب دار الأوبرا نعلن افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، وكانت وطني حبيبي الوطن الأكبر فاتحة الكلام. ولم يكن ذلك اليوم إلا تتويجا لأشهر مضت بالاستعداد والإعداد لهذا الحدث الكبير. لم يكن الأسبوع الذي استخبت أيامه بالمسرح العربي عادي الأيام، فكل يوم كان يحمل سنة من العمل والإعداد قام به وأنجزه المبدعون العرب، فحولوا كل ما كان يعتبر حلما أو فكرة مجردة إلى حقيقة، وجعلته مصر ينبض بنبضها ليسعى المسرح العربي في شرابين مطارحها ومسارحها سعي المحب ونبض الحب، وليجمع المهرجان الشمل ويحمي الحلم الكبير. وكأن الأمر قد مر بطرفة عين، هذا الماراثون اليومي 14 ساعة عمل يوميا للمهرجانيين قد اختزل الإحساس بالزمن وضاعف الفعل والفعاليات، وها نحن نقف اليوم على أعتاب بدء التحضير للدورة 18. فهذا اليوم لا يعني نهاية، بل هو منعطف تصاعدي إلى الدورة القادمة. سنحسم حقائبنا التي امتلأت بالحب وعمرت بالإبداع، والتي لم تكن ولن تكون مجرد حقائب، إنها أسفار من الحقائق، والحقيقة الأسطع بينها حب أم الدنيا بسماها وتربها وبطرقها وأبوابها. ونقسم معا بأولادنا وأيامنا الجاية مغرب الشمس العربية. طالما فينا وبيننا هذه الأرواح العربية المبدعة من فنانين الذين يحملون راية المسرح من المحيط إلى الخليج، 800 مسرحي عربي من خارج مصر وداخلها من الفنانين عمروا خشبات مصر في 27 مسرحية، 60 من الباحثين عمروا الندوات الفكرية والنقدية، 150 من الإعلاميين عمروا 30 مؤتمرا صحفيا، ونشروا مئات التقارير الإخبارية، وأصدروا 8 أعداد من مجلة المهرجان. لقد منحت القاهرة إلى جانب مسارحها شاشاتها وإذاعاتها وصحفها وقلوب أهل النيل الأسمراني.
عشرات عمر الورش التدريبية الدولية التي نظمت لفائدة طلبة مصر وشباب الوطن العربي، ندوة محكمة وتكريم لأحد عشر شاباً فائزاً في مسابقات التأليف والبحث العلمي التي تنظمها الهيئة، ووقفت قامة كبيرة في اليوم العربي للمسرح هو الفنان الجزائري سيد أحمد أبومي ليلقي رسالته. كيف يحزم المسرح متاع أرواحنا ليغادر بلد المحبوب؟ كيف يصير مسافراً زاده الخيال، ذلك الخيال الذي اغترفه من قلب القاهرة ليزود به عزيمة حتى اللقاء القادم؟ على باب مصر دق المسرحيون دقات الإبداع الثلاث. على باب مصر رأينا بأم أعيننا أن هذا الحدث الذي نعتز بتنظيمه قد تجاوز فكرة المهرجان السائدة ليكون الموسم الذي يجنى فيه حصاد الجمال الذي يولد اليوم لنذهب به ومعه إلى المستقبل. في كل عام نطلق النداء ألا تكلوه للعتم، لا تطفئوا أنواره، هي شعلة المسرح، فأوقدوها من زيت خيالكم وبصيرتكم ونبضكم، ولا تسدلوا ستارة ولا تفتحوها إلا على الجمال والدهشة، هي خشبة المسرح، فامنحوها القداسة التي تليق بها لتطهرنا وتسمو بنا، فليكن المسرح بكم نافذة لسلام العالم والروح، ادرأوا عنه الغث وزينوه بالحكمة، طهروه من أي ملمح للازدراء والكراهية، ارفعوا رايته خفاقة بالحق، المسرح صنو الأوابد والمعابد، وأهل المسرح سالكون في الطريق يحترقون بالمعرفة وينبعثون مثل طائر الرعد من الرماد، هو المداد والقرطاس وشعرية الصور، هو الصوت البين والجسد البليغ والحركة التي لا لبس فيها، هو منصة تنفتح على الكون تأخذ منه وتهديه السواء. عشتم وعاش المسرح. التي تنتصر للمستقبل الذي يعد بكل خير لمسرح عربي جديد ومتجدد. السيدات والسادة الحضور الكرام، على مدى 7 أيام تم عرض 17 عرضا مسرحيا على خشبات مسارح السلام، الجمهورية، القومي، البالون، الهناجر، والمعهد العالي للفنون المسرحية، فبارت منها 8 أعمال على جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي لسنة 2018، أوكلت مهمة التحكيم لهذه الأعمال لأساتذة مختصين نقاد وممارسين، هم الفنان عمر فطموش من الجزائر رئيساً، الدكتورة عليا خالدي من لبنان عضواً، الدكتور عثمان بدوي من السودان عضواً، الدكتور كبار خماط من العراق عضواً، الأستاذ فهد الحارثي من السعودية عضواً، والآن أدعو السيد عمر فطموش رئيس لجنة التحكيم لقراءة تقرير اللجنة. فليتفضل. Thank you.
بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بيان نسبة التحكيم للنسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي نظمت ضمن الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي. تتقدم لجنة التحكيم ببيانها حول عملها في النسخة الثامنة من جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي للعام 2018 التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي بدورته 11، وقد تكونت اللجنة من المتحدث الفنان عمر فطموش، الدكتور عثمان البدوي، الدكتور جبار خمار، الكاتب فهد رضا الحارثي، الدكتورة علياء الخليلي. وقد عملت اللجنة على وضع آلية عملها في التشخيص العلمي الدقيق لكل مفاصل العروض الثمانية المشاركة في التنافس، نريدها هنا حسب تسلسل عرضها في برنامج المهرجان. الطوق والأسورة إخراج نصر عبد المنعم، مسرح الطليعة، مصر. المادة إخراج مجد القصص، المسرح الحديث، الأردن. شبكة إخراج أمين نصور، فرقة الأوركيدا، المغرب. ذاكرة قصيرة إخراج وحيد العجمي لمسرح البيت، تونس. نساء بلا ملامح إخراج أياد شنطاوي للمسرح الحر، الأردن. عبث إخراج إبراهيم أربيعة، فرقة بصمات، للمغرب. المجنون إخراج محمد العامري، مسرح الشارقة الوطني، الإمارات. الرحمة إخراج فيصل العبيد، المسرح الكويتي، من الكويت. وهذا تود اللجنة أن تعبر في بداية تقريرها هذا عن عظيم تقديرها للهيئة العربية للمسرح التي جعلت هذا الاحتشاد الإبداعي العربي أمراً ممكناً، وحافظت على استمرار تجدده كل عام. واسمحوا لنا أن نحيي ونهني كل الأطراف التي كانت حضوراً فاعلاً في هذا المهرجان، سواء كان ذلك الحضور مشاركة في العطاء أو تلقياً له. وهي تحية تشمل القاهرة التي باسطت ذراعيها وفاتحت أحضانها مرحبة بكل الذين يمملوا شطرها، العفو، حجا إبداعيا نقيا، وتشغل كذلك المبدعين والمبصرين والمنفذين الذي جعلوا من هذا المهرجان ممكنا بهذا المستوى الرفيع، والمشاهدين الذين كانوا مرآة صافية وصادقة لتجسيد ردة الفعل والتغذية الراجعة وإضفاء جو الحيوية والدفء لهذا الحضور الأنيق الذي ملأ شتى القاهرة دفءا. وفوق كل هذا وذلك، نرفع يد التحية والعرفان لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، سلطان الثقافة، الذي كان حضورا في كل مفاصل المهرجان. تؤكد اللجنة أنها على مدى أيام المهرجان قد استمتعت وتعلمت من خلال ما قدم أمامها، ويبقى إبداع المسرح الأصيل هو أساس التقدم والتطور والتجديد.
وتسجل اللجنة السعي الكبير الذي بذله صناع العروض للوصول بها إلى مقامة الإبداع والاشتباك مع الهموم الكونية والانشغالات والأزمات الجيوستراتيجية التي تحاصر العالم اليوم والعالم العربي بالخصوص. وقد لاحظت اللجنة محاولات إخراجية وصينوغرافية تندرج في مجموعة متشعبة من الاستعمالات والمحاولات الجمالية والثقافية. أدت بعض المعالجات التي عنيت بالهجنة والتهجين.